جيتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعلم اليوم في المحاضرة الثالثة من امتحان التوبيك المواضيع والأمور التالية. أولاً سنتعرف على موضوع الحوار القصير، وثانياً سندرس الأرقام من خلال العمر، وثالثاً سندرس الكلمات المتعلقة بالأثاث، وهذا في الاستماع. أما بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم كيفية اختيار العبارة الخاطئة، وثانياً التعرف على التاريخ باللغة الكورية، وثالثاً فهم وتحليل الملاحظات المكتوبة أو جدول المواعيد أو إعلان مكتوب أو رسالة. 보기. 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. لنبدأ إذن معاً في الاستماع أولاً. في الاستماع تكي سنختار الموضوع، موضوع النص، وسنقرأ في البداية. سنبدأ بالمثال، وأمامنا مثال. نقرأ المثال. 누구예요? 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. إذن في المثال لدينا شخصين يتكلمان. الشخص الأول يسأل 누구예요؟ من هذا؟ من هذا؟ بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا المثال، لدينا أولا قاعدة 누구예요؟ من هذا؟ أو من أنت؟ ثانيا 이 사람은 مثلا 형이고 이 사람은 형이고 이 사람은 언니입니다. مثلا هذا الشخص من وهذا الشخص من. ثالثا 이 사람은 우리 사장이고 이 사람은 회사원입니다. هذا الشخص هو المدير وهذا الشخص هو موظف الشركة. بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا المثال، أولا لدينا أداة الاستفهام 누구 من. ثانياً إي هذا أو هذه، ويمكن أن نستخدمها لشخص أو نستخدمها لشيء. ثالثاً سرام شخص، ورابعاً هيونغ أخ كبير، وتونغسينغ أخ صغير. الكلمة التالية كاتو العائلة، إيرم اسم، وكويانغ كويانغ مسقط الرأس، والكلمة الأخيرة سوبو طرد. الآن بالعودة إلى السؤال، السؤال كان 누구예요؟ من هذا؟ الجواب 이 사람은 هذا الشخص 형이고 هو أخي، و 이 사람은 동생이에요 هذا الشخص هو أخي الصغير. إذن 형 أخ كبير، 동생 أخ صغير. خيارات السؤال، أولا الموضوع يتحدث عن 1 كاتوب العائلة، 2 إرم اسم، 3 كويانغ مسقط الرأس، وأربعة سوبو طرد. موضوع النص طبعا ترجمة النص أن هذا هو أخي الكبير وهذا هو أخي الصغير. إذن الموضوع بالطبع سيكون رقم 1. إذن تونغداب كاتوب العائلة. 11번 치마가 정말 예뻐요. 감사합니다. 어제 백화점에서 샀어요. ننتقل الآن إلى رقم 11 في الاستماع. 11번 رقم 11. الرجل والمرأة يتكلمان. المرأة تقول، الرجل يقول 치마가 정말 예뻐요. 치마가 정말 예뻐요. والمرأة تقول 감사합니다. 어제 백화점에서 샀어요. بالتعرف على القواعد المذكورة في هذا السؤال أو في هذا النص، أولاً 이가 정말 مع صفة. 이가 정말 예뻐요. 이가 정말 멋있어요. اسم plus حقاً وصفة. حقاً جميل، هذا حقاً جميل، حقاً وسيم. القاعدة الثانية 에서 샀어요. 에서 샀다. اشتريت هذا من المول. من أين اشتريت شيء معين؟ 3 كاب السعر. مثلاً ممكن نقول بالنسبة للسعر، ممكن نقول الما بكم. الما وبيسادا غالي، والعكس سادا. الكلمة التالية كاجوك الثمن، وهرين خصم. هذه الكلمات قد نجدها في موضوع يتعلق بالسعر. الكلمة التالية سينيل عيد ميلاد. سينيل قد نشاهد الكلمات التالية مثل باتي حفلة، و
생일 선물 هدية عيد الميلاد والكلمة التالية 선물하다 يهدي أو يشتري هدية 축하하다 مبروك أو كل عام وأنت بخير أو يهنئ. الكلمة الأخيرة موضوع الأخير نلتا التاريخ. بالنسبة للتاريخ قد نشاهد كلمات مثل 언제 متى و 몇 월 في أي شهر و 며칠 في أي يوم. بالعودة إلى السؤال الرجل قال 치마가 정말 예뻐요 هذه التنورة أو التنورة حقا جميلة. المرأة قالت شكرا 감사합니다 어제 백화점에서 샀어요 اشتريتها أمس من المول. إذن موضوع الحوار رقم واحد الإجابة رقم واحد 정답 واحد أوت الموضوع الملابس. إذن مرة أخرى تحدثنا عن موضوع هذا النص والآن سنذكر لكم بعض الأمثلة على هذا السؤال. الأمثلة المثال الأول 한국어가 정말 어렵습니다 정말 مع صفة 정말 어렵습니다 حقا صعبة اللغة الكورية حقا صعبة. المثال الثاني 어제 시장에서 과일을 샀어요 어제 시장에서 과일을 샀어요 اشتريت أمس فواكه أو فاكهة من السوق. هذا بالنسبة للمثال الثاني 시장에서 샀어요. 12번 저는 23살이에요. 그래요? 저도 23살이에요. ننتقل الآن إلى الاستماع رقم 12 12번 الاستماع رقم 12 والسؤال يقول حوار بين الرجل والمرأة والسؤال يقول 저는 23살이에요 عمري 23 سنة 그래요? 저도 23살이에요 أنا أيضا عمري 23 سنة. بالنظر إلى الكلمات أو المصطلحات الموجودة في هذا النص أولا سمول سمول 20 20 هذا رقم باللغة الكورية. اثنان سمو سال 20 سنة عندما نضيف كلمة سال 20 سنة عندما نضيف سنة إلى الرقم يصبح رقم 20 سمو سمو سال. وثلاثة سي سي سال مثلا ثلاثة سنوات وسمو سي سال 23 سنة. الكلمة التالية كريو هذا سؤال حقا كريو تودو أنا أيضا تودو أنا أيضا. الكلمة التالية شيغان الوقت ناي العمر وامشي الطعام كيبون المزاج كيبوني توتا كيبوني نابودا مزاجي جيد ومزاجي سيء. هذا بالنسبة للكلمات. وبالعودة للسؤال المرأة تقول 저는 23살이에요 أنا عمري 23 سنة والرجل يقول 그래요 حقا 저도 23살이에요 أنا أيضا عمري 23 سنة. إذن موضوع السؤال الإجابة رقم 2 ناي 정답 رقم 2 العمر. ننتقل إلى الأمثلة. بالنسبة للأمثلة المثال الأول 나이가 어떻게 되세요 كم عمرك. عادة يمكن أن نسأل عن العمر بطريقتين. الطريقة الأولى 나이가 어떻게 되세요 كم عمرك ولكن هذه الصيغة الاحترامية 저는 스무 살이에요 عمري 20 سنة. السؤال الثاني الصيغة غير الاحترامية للسؤال عن العمر وهي 몇 살이에요 كم عمرك 스무 살이에요 عمري 20 سنة. نفس السؤال ولكن صيغة احترامية وصيغة ليست احترامية. المثال الثالث 저는 학생이에요 أنا طالب 저도 학생이에요 أنا أيضا 저는 أنا 저도 أنا أيضا. 13번 이거 언제 찍은 거예요? 작년에 제주도에서 찍은 거예요. ننتقل إلى السؤال الثالث عشر من الاستماع 13번 حوار بين الرجل والمرأة وسنختار موضوع هذا الحوار. يقول الرجل 이거 언제 찍은 거예요 مرة أخرى 이거 언제 찍은 거예요. المرأة تقول 작년에 제주도에서 찍은 거예요 작년에 제주도에서 찍은 거예요.
بالعودة إلى الكلمات، كلمات هذا النص، أولاً لدينا كلمة 이거، هذا، هذا أو هذه. 이거 언제، أداة استفهام ومعناها متى. 언제. الكلمة التالية 그림، لوحة أو رسمة. 찍다، يلتقط صورة أو يأخذ صورة. 찍은، صفة ومعناها مصور، شيء مصور. والكلمة التالية الفعل plus نين أو إين، وهذا باللغة الكورية، قواعد باللغة الكورية، معناها اسم الفاعل أو اسم المفعول. الكلمة التالية 작년، السنة الماضية. الكلمة التالية 제주도، جزيرة جيجو، مكان مشهور سياحي في كوريا. 휴일، عطلة. 달력، تقويم. 사진، صورة. 사진을 تيكتا، نستخدم فعل تيكتا أو تشاريونغادا، يلتقط صورة، يلتقط. كريمل كريدا، بالنسبة للرسم أو اللوحة نستخدم فعل رسمة، كريدا رسمة. بالانتقال مرة أخرى إلى السؤال، الرجل قال 이거 언제 찍은 거예요، متى التقطت هذه الصورة أو هذا. المرأة تقول 작년에 제주도에서 찍은 거예요، التقطت السنة الماضية في جزيرة جيجو. وننتقل إلى الآن إجابة السؤال. رقم واحد هيويل، عطلة. رقم اثنان تاليوك، تقويم. رقم ثلاثة ساجين، صورة. رقم أربعة كريم، لوحة أو رسمة. قلنا نستخدم مع ساجين تيكتا، ونستخدم مع كريم كريدا، لذلك إذن الإجابة الصحيحة تونغداب، رقم ثلاثة ساجين. ننتقل إلى الأمثلة. بالنسبة للأمثلة لدينا كلمة تيكتا، قلنا نستخدمها مع ساجين، إذن تيغن ساجين، صورة ملتقطة أو صورة مصورة. المثال الثاني مانادا، يلتقي. مانادا مع تينغو، مانان تينغو، صديق قابلته، الذي قابلته. 이것은 작년에 그린 그림입니다. 이것은 작년에 그린 그림입니다. هذه الصورة التقطت السنة الماضية أو رسمت، آسفة، السنة الماضية. 이 사진은 어제 찍은 사진입니다. هذه الصورة صورت أمس. والمثال الأخير 어제 만난 친구입니다. هذا الصديق الذي قابلته أمس. إذن 만난 친구، الصديق الذي قابلته أمس. 14번 책상, 의자, 옷장, 방에 필요한 것은 거의 다 있네요. 네, 침대만 사면 될 거예요. ننتقل إلى السؤال الرابع عشر من الاستماع، وهو أيضا نفس الشيء لاختيار الموضوع. السؤال الرابع عشر، 14번. السؤال الرابع عشر، حوار أيضا بين الرجل والمرأة. المرأة تقول 책상, 의자, 옷장, 방에 필요한 것은 거의 다 있네요. الرجل يقول 네, 침대만 사면 될 거예요. بالنسبة للكلمات الموجودة في هذا النص، أولا لدينا كلمة 거의 다 있다، 거의 다 있어요، تقريبا، 거의 تقريبا، كلها موجودة. القاعدة الثانية فعل تنصى مع 면 될 거예요، 될 겁니다، سيكون عليك فقط أن تفعل ماذا. القاعدة الثالثة لدينا قاعدة أو كلمات مثل كيجول، كلمات الفصول مثل بوم ويورم، كاول كول، ربيع، صيف، خريف وشتاء. الكلمة الرابعة أو الخامسة شوسو، العنوان. لو كان الموضوع حول العنوان يجب أن نشاهد كلمات مثل تونغ، حي، أو هو، رقم البناية أو رقم الشقة، تونغني، حي، وشي، مدينة، كو، محافظة أو لواء. لو كان الموضوع حول الهدية سمول، أولا يجب أن نشاهد كلمات مثل ساجودا، يشتري لي، سمورادا، يهدي. وأخيرا اي بيريوهان غوت، مكان اي بيريوهان غول، الاشياء اللازمه لي، للغرفه، للاستوديو، للفصل، الاشياء اللازمه لي اي بيريوهان غول.
وبالعودة إلى السؤال 책상 مكتب 의자 كرسي 옷장 خزانة ملابس 방에 필요한 것은 거의 다 있네요. توجد كل الأشياء اللازمة في الغرفة. ويقول الرجل 네 نعم 침대만 사면 될 거예요. فقط عليك أن تشتري أو عليك أن تشتري سرير. إذن الجواب الموضوع يتعلق به الأثاث، لأن السؤال ذكر تشكسان إيجا أوتان وتشمدي. إذن الموضوع يتعلق بالأثاث. إذن الجواب تونغتاب رقم واحد. نقرأ الأمثلة. بالنسبة للأمثلة عندنا كلمة تشكسان وكمبيوتر إيجا 사무실에 필요한 것은 거의 다 있네요. 사무실에 필요한 거. مكتب كمبيوتر وكرسي كل ما يلزم للمكتب تقريبا موجود. المثال الثاني 생일 파티에 필요한 것은 거의 다 샀네요. 거의 다 샀네요. اشترينا تقريبا كل ما يلزم لحفلة عيد الميلاد. 네 여자 이제 파티만 하면 될 거예요. 네, 이제 파티만 하면 될 거예요. 나암, الآن فقط علينا أن نقوم بالحفلة. نبدأ الآن بالقراءة. إلكي 40번, رقم 40. في القراءة الآن أولاً يجب علينا أن نختار العبارة الخاطئة. ولدينا في هذا السؤال ميمو أو ملاحظة جدول معلومات أو جدول أعمال شخص في شهر 10، لذلك يجب علينا أن نقرأ هذا الجدول أولاً أو المعلومات ثم نختار العبارة الخطأ. الآن بتفسير هذا الجدول، في يوم 19 من شهر 10 شبكويلال لا يوجد معلومات. إيشبيل في يوم 20 سيسبح هذا الشخص سويون سباحة. في يوم 21 إيشبيريلال عند هذا الشخص معلومة وهو يقول مينسو شوا تومشيم ياكسو موعد غداء مع مينسو. يوم 22 يوم الأربعاء شوبينغ تسوق. ويوم 23 إيشبسام سويونغ أيضا. يوم 24 يوم الجمعة تونسينغ سينيل عيد ميلاد أخي الصغير. ويوم السبت يشيب أويل عنده معلومة أو عنده موعد ميون شيوا تونسان تسلق مع ميون تسلق الجبل. الآن نقرأ الجمل. بالنسبة للجمل سنختار الجملة الخطأ. أولا واحد كميويري مينسو شيري منمنيدا سأقابل مينسو في يوم الجمعة. والجملة الثانية جوماري ميون شيوا سانه كامنيدا سأذهب إلى الجبل مع السيد ميونغ. الجملة الثالثة إلجويري توبون سويونغل هامنيدا أسبح مرتين في الأسبوع. الجملة الرابعة شيوار إيشيب إيري شوبينغل هامنيدا شيوار إيشيب إيري شوبينغل هامنيدا أتسوق بيوم 22. سنختار الجملة الخطأ من هنا. كما تلاحظون من الملاحظة الجملة الخطأ هي الجملة الأولى. لماذا؟ لأنه قال كميو يري مينسو شيرل مانامنيدا يوم الجمعة. هل سنقابل مينسو؟ هل هذا صح؟ لا خطأ، لأنه يوم الجمعة سنقابل لن نقابل شخص ولكن عنده موعد مع أخيه الصغير بسبب عيد ميلاده تونسينغ سينيل عيد ميلاد أخي الصغير. إذن الجملة الأولى تونغداب واحد، الجملة الأولى هي الخطأ. هذا بالنسبة لحل السؤال. وبقراءة الأمثلة قرأنا المثال الأول كميو يري مينسو شيري مانامنيدا سأقابل مينسو يوم الجمعة هو الجواب الصحيح. القواعد المذكورة في هذا السؤال، القاعدة الأولى A و بون مرة وفعل. مثلا أفعل شيء مرة في اليوم في الأسبوع أو هكذا. المثال الثاني أو القاعدة الثانية قاعدة التاريخ. بالنسبة للتاريخ لدينا تاريخ شيوال شيوال يشيب ييل
هذا التاريخ باللغة الكورية بالنسبة لشهر 10. باللغة الكورية شهرين فقط نقرأ التاريخ بهما بشكل مختلف قليلا أو القاعدة مختلفة، شهر 10 وشهر 6. شهر 10 نقرأه شيوال، وشهر 6 نقرأه يوول. مثلا 22 أكتوبر نقرأها شيوال إيشيب إي، و 26 نقرأها 20 يونيو نقرأها يوول إيشيب إيل، يوول إيشيب ويوم. القاعدة الأخيرة و أين إي كادا أذهب مع دوغو، و إي كادا أذهب مع شخص إلى مكان معين. الكلمات المذكورة بهذه الملحوظة أو هذه الملاحظة، أولا كلمة سويونغ سباحة، السباحة. ثانيا تومشيم ياكسوك موعد غداء. ثلاثة شوبينغ، شوبينغ تسوق. وأربعة تونسينغ سينيل عيد ميلاد أخي الصغير. وأخيرا تونسانغ تسلق الجبال أو سانيغ غداء أذهب إلى الجبل. لأن يعني في السؤال في الملحوظة ذكرت كلمة تونسانغ، ولكن في الجمل ذكرت كلمة ساني كادا يذهب إلى الجبل، وهي طبعا نفس المعنى. نقرأ الأمثلة معا. المثال الأول، هان داري تو بون عربورل كومبوهامنيدا، أدرس اللغة العربية مرتين في الشهر. المثال الثاني أو الجملة الثانية، تو ماري هان بون أندونغل هامنيدا، ألعب الرياضة مرة واحدة في الشهر، في عطلة نهاية الأسبوع آسفة. الجملة الثالثة، نيل أوموني وا كونسرت بورو غامنيدا، أذهب مع أمي غدا لأشاهد حفلة موسيقية أو لنشاهد حفلة موسيقية. هذا بالنسبة للأمثلة. والآن ننتقل إلى السؤال الواحد والأربعين، وهو نفس الموضوع تقريبا، صورة أو جملة سنقرأها، ومن خلال الجملة نختار من الكلمات أو من الجمل المذكورة في السؤال السؤال الخطأ. السؤال رقم 41، ساشيب إلبون. أمامنا رسالة على الموبايل، ونقرأ هذه الرسالة أولا. مايكل شي ميانيو 제가 도서관에 있어서 전화를 못 받았어요. 10분 후에 전화할게요. 민수. إذن أمامنا رسالة من민수 أرسلها إلى مايكل، صديقه مايكل. بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال، قبل الكلمات يجب أن ندرس أولا الجمل، ندرس هذه الجملة وتفسير الجملة المذكورة في هذا السؤال. الجملة الأولى، مينسو شينن، جمل السؤال، مينسو شينن توسوغاني إسمنيدا، مينسو في المكتبة، صح أو خطأ. اثنان، مايكل شينن توسوغاني ولغمنيدا، سيذهب مايكل إلى المكتبة أو سيأتي مايكل إلى المكتبة. ثلاثة، مينسو شينن شيبون هوي تونا هالغمنيدا، سيتصل مينسو بعد 10 دقائق. الجملة الرابعة، مايكل شينن مينسو شيئي تونارل هسمنيدا، اتصل مايكل بمينسو. أولا قبل أن نجيب على السؤال سننتقل إلى القواعد والكلمات المذكورة بهذا السؤال. القواعد المذكورة في السؤال، أولا لدينا قاعدة هو هل كويو، سأفعل فيما بعد، هو هل كويو. القاعدة الثانية، إيجي تناها دا، سأتصل بي، إيجي تناها دا. درسنا سابقا في محاضرة التوبيك السابقة، درسنا تشلمونادا أو مروبودا، وقلنا أيضا نستخدم إيجي، إيجي مروبودا، وأيضا هنا نستخدم إيجي تناهادا، نتصل بي أو يتصل بي. الكلمة التالية تنابتا، تنابتا يرد على الاتصال، يعني يأخذ هذا الاتصال أو يرد عليه. مثال، تشينغو إيجي تناهننده أن بادسويو، اتصلت بصديقي ولكنه لم يرد. الجملة الثانية، 30분 후에 도착할 거예요، سأصل بعد نصف ساعة، هو 도착하다، سأتصل بعد نصف ساعة.
أما الكلمات المذكورة في هذا النص أو في هذا السؤال، أولاً 미안해요 أنا آسف، ثانياً 도서관 المكتبة، ثالثاً 전화 못 받다 لا أستطيع الرد على الهاتف. وبالعودة إلى السؤال نفسر الرسالة. مايكل شي 미안해요. السيد مايكل أنا آسف. 제가 도서관에 있어서 لأنني في المكتبة 전화를 못 받았어요. لم أستطع الرد على الهاتف، فعل ماضي. 10분 후에 전화할게요. سأتصل بك بعد 10 دقائق. منسو. إذن تحليل السؤال أن منسو أرسل رسالة للسيد مايكل يقول فيها أنا آسف أنا في المكتبة لذلك لم أستطع أن أرد. إذن مايكل اتصل بمنسو وقال سأتصل بك بعد 10 دقائق. بالعودة للجمل نختار الجملة الخاطئة، والجملة الخاطئة هي رقم 2. مايكل 씨는 도서관에 올 겁니다. مايكل سيذهب إلى المكتبة أو سيأتي إلى المكتبة. لا يوجد هذا المحتوى أو هذا الموضوع في النص. إذن تونغداب الإجابة رقم 2. ننتقل إلى رقم 42 من القراءة. هنا أيضا سنختار العبارة الخاطئة، والسؤال هو رقم 42. 42번. السؤال 42. أيضا أمامنا نص أو إعلان، وهذا الإعلان يجب علينا أن نقرأ هذا الإعلان. الإعلان يقول أيوا أمّا أبّاغا 함께 맛있는 음식을 만들어요. ذكر في هذا العنوان أو هذا الإعلان ذكر المكان والزمان ومعلومات أخرى كثيرة. لنقرأ أولاً هذه المعلومات. أولاً إلشي إلشي ميجو تويوئيل يلشي. ثانياً تانسو تانسو المكان هيمبوك يوري هاغون مع رقم الهاتف. وثلاثة يوري نوع الطعام بولغوغي لحم البقر. وأخيراً تمغابي نقود أو رسوم الالتحاق أو المشاركة. أي للطفل 8000 8000 won، وأورن للبالغين مانون 10000 won. وفي نهاية الموضوع كتبت ملاحظة صغيرة. 커피와 주스를 드립니다. 드리다 نقدم القهوة والعصير. بالانتقال إلى القواعد، في قواعد هذا النص أو في هذه الصورة يوجد قواعد بسيطة وقليلة. أولاً ميجو كل أسبوع، ميجو ميول كل شهر، ميجو تويوئيل كل سبت، كل يوم سبت. القاعدة الثانية الريل تريمنيدا نقدم تريدا. تريدا هي الصيغة الاحترامية لكلمة أو لفعل جدا يعطي، والصيغة الاحترامية تريدا نقدم أو نعطي. أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي كثيرة قليلا ولكن سهلة إن شاء الله. الكلمة الأولى هيمبوك سعادة. الكلمة الثانية يوري طبخ. الثالثة كيوشيل فصل. ندا يدفع، يدفع نقود. مادا كل، مثلا نال مادا كل يوم. أي طفل وأما أم أبا أب. همكي معا. 맛있는 لذيذ صفة. وأمشك طعام. وإلشي الوقت والتاريخ. كلمة إلشي تعني الوقت والتاريخ لحدث معين أو مهرجان أو أمر معين. الكلمة التالية تانسو المكان. تمغابي رسوم الدخول أو رسوم الحضور. هاغون معهد. ويوري هاغون معهد طبخ. هذا بالنسبة للكلمات. بالعودة إلى النص يجب علينا الآن أن نترجم ما معنى الحوار أو ما معنى الإعلان المذكور أمامنا. أولاً العنوان فصل الطبخ السعيد. ليصنع الطفل مع أبيه وأمه طعاماً لذيذاً. الوقت كل أسبوع يوم السبت الساعة 10. المكان معهد الطبخ السعيد. والطعام هو بولغوغي أو لحم البقر. رسوم الحضور للطفل 8000 won وللبالغين 10000 won.
وطبعا سنقدم لكم قهوة وعصير. بالعودة إلى السؤال مرة أخرى، نختار من هذه الجمل الجملة الخطأ. 어머니는 만 원을 냅니다. الأم ستدفع 10,000 won. وهذه الجملة صحيحة حسب الصورة لأن الأم بالغة. ثانيا، 커피와 주스도 같이 만듭니다. نصنع القهوة والعصير أيضا مع الطبخ. وهذه الجملة خطأ لأننا لا نصنعها ولكن نأخذها. المعهد قال سنقدم لكم عصير وقهوة. الجملة الثالثة، يوري كيوشيرن تويل مادا إسمنيدا. فصل أو محاضرة الطبخ موجودة كل يوم سبت. و بوموهاغو آيغا بولغوغيرل ماندمنيدا. الأم والأب يعني الوالدين والطفل يصنعون البولغوغي. وهذه الجملة أيضا صحيحة، الأم والأب يصنعون مع الطفل. إذن الجملة الخاطئة هي رقم 2، تونغداب رقم 2. إذن هكذا نكون أنهينا الاستماع والقراءة لليوم ودرسنا ما يلي. أولا بالنسبة للاستماع تكي، درسنا كيف نختار موضوع النص من خلال المفردات المذكورة فيه. ثانيا، كيف ندرس كلمات متعلقة بالعمر مثل سوموسال أو سوموسيسال، وكيف نسأل عن هذا العمر مثل نايغا أوتوكي ديسيو أو بيوساريييو. وثالثا، درسنا كلمات الأثاث مثل كلمة ريجا وتشيكسانغ وتشيمدي. أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم أولا كيف نختار الجملة الخطأ من النص، وثانيا درسنا كيف نتعرف على التاريخ باللغة الكورية وخاصة التواريخ الصعبة مثل شيوول شهر أكتوبر ويوول شهر يونيو. وأخيرا درسنا كيف نفهم ونحلل رسالة أو ملاحظة أو إعلان ودفتر مواعيد ممكن أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة به. هذا كل شيء بالنسبة للقراءة والاستماع. وبالنسبة لكلمات القراءة المهمة فدرسنا كما قلنا قبل قليل كلمات مثل تامغابي رسوم الحضور أو رسوم الدخول، تنسانغ تسلق الجبال، ودرسنا أيضا كلمة كيوشيل فصل أو ممكن معناها أيضا يكون محاضرة، ودرسنا كلمة نيدا يدفع نقود وميجو كل أسبوع، ودرسنا أيضا كلمة مادا دال مادا كل يوم. ومن الكلمات الصعبة اليوم أيضا إلشي اليوم والتاريخ، اليوم والتاريخ لمناسبة معينة مثلا. وتوناري بادل سوبتا تونا موباتا لا أستطيع أن أرد على الهاتف. هذا كل شيء بالنسبة للكلمات في القراءة، الكلمات المهمة في القراءة اليوم، وهذا كل شيء بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق.